بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ووقفنا عند القاعدة السابعة، وهي قول المصنف رحمه الله. القاعدة السابعة: التكليف، وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. وهذه القاعدة تعتبر من القواعد العظيمة، وعليها مدار غالب الأحكام، كما قال ذلك ابن عبد الهادي في قواعده: فإن غالب الأحكام الشرعية تدور على هذه القاعدة، وهي تتعلق بشروط التكليف. ولهذا قال المصنف: التكليف، وهو البلوغ والعقل إلى آخره. فهذه القاعدة تتعلق بشروط التكليف، والتكليف يعرفه العلماء بأنه الخطاب بأمر أو نهي. فإذا خاطب الله عز وجل بشيء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فإنه يسمى تكليفاً، وإذا خاطب بشيء على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة فإنه يسمى تكليفا. فالتكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. ومن العلماء من يخص التكليف بالإلزام بأمر أو نهي، فيدخل فيه الإيجاب والتحريم فقط، وأما الندب والكراهة فعلى هذا الاتجاه لا يدخلان في التكليف. والمصنف رحمه الله عرف التكليف بالبلوغ والعقل، فقال: التكليف، وهو البلوغ والعقل. وهذا على طريقة الفقهاء، فإنهم يعرفون التكليف بما يحصل به التكليف وهو البلوغ والعقل. فهذه القاعدة كما عرفنا تتعلق بشروط التكليف، والتكليف عرفنا معناه وأنه الخطاب بأمر أو نهي. وبعض العلماء ومنهم المصنف رحمه الله يعرفون التكليف بما يحصل به وهو البلوغ والعقل. والتكليف إما أن يتعلق بالعبادات، وإما أن يتعلق بالمعاملات. فإن تعلق بالعبادات فيشترط له الشروط التالية:
الشرط الأول البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء: الشيء الأول الإنزال، فإذا أنزل الإنسان في حال يقظة أو في حال نوم فقد بلغ، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ويبلغ الإنسان النكاح بالإنزال، وهذا يشمل الذكر والأنثى. الأمر الثاني إنبات شعر خشن حول العانة، وهذا أيضا يشمل الذكر والأنثى. ويدل على هذا حديث عطية القرظي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكشف عن بني قريظة: فمن أنبت يقتل، ومن لم ينبت لا يقتل. فدل هذا على أن، فأخذ العلماء من هذا أن البلوغ يحصل بالإنبات. والإنبات الذي يحصل به البلوغ هو الذي يكون خشنا حول العانة. أما إن كان ليس بخشن وهو الذي يسمى بالزغب فهذا لا يحصل به البلوغ. وكذلك لو أن الإنسان نبت له شعر في غير العانة، كما لو نبتت له لحية أو نبت له شارب أو نبت له شعر في الإبطين، فلا يحصل البلوغ بذلك، لأن البلوغ إنما يحصل بإنبات شعر العانة إذا كان خشنا. وهذا كما عرفنا يشمل الذكر والأنثى. فلو أن إنسانا لأنبت شعرا خشنا حول العانة وعمره 13 سنة فإنه يعتبر بالغا، وتجري عليه أحكام التكليف. الأمر الثالث الذي يحصل به البلوغ هو تمام 15 سنة، فإذا تم للإنسان 15 سنة فقد بلغ وجرت عليه أحكام التكليف. ويدل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه وعمري 14 سنة، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني وعمري 15 سنة. فأخذ العلماء من هذا أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة. وجاء في رواية أنه قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وقال: عرضت عليه يوم الخندق وقد بلغت 15 سنة فأجازني وقد رآني بلغت. فأخذ العلماء من هذه الرواية أن البلوغ يحصل 15 سنة، وهذا عليه كثير من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله ذهب كما في تحفة المودود إلى أن البلوغ لا يحصل بالسن، ويرى أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجزه في المرة الأولى لأنه لم يره قد بلغ القدرة على القتال، وأجازه في المرة الثانية لأنه قد رآه قد بلغ
القدرة على القتال. فذهب رحمه الله إلى أن البلوغ لا يحصل بالسن، وإنما يحصل بالأمرين السابقين وهما الإنزال والإنبات. والذي عليه كثير من أهل العلم هو أن البلوغ يحصل بالسن أيضا، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وهذه الثلاثة تشمل الذكر والأنثى، وتزيد المرأة تزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، سواء بلغت 15 سنة أم لم تبلغها. فلو أنها حاضت وعمرها 13 سنة فقد بلغت. ويدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت المرأة فهي امرأة. ولفظ المرأة لا يطلق إلا على البالغة. هذا هو الشرط الأول، وهو البلوغ، وهو شرط للوجوب. فلا تجب العبادات إلا على من كان بالغا. فإن قال قائل: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب من بلغ 10 سنين على ترك الصلاة. أفلا يدل ذلك على الوجوب؟ لأن الواجب هو ما يستحق العقاب تاركه، والضرب عقاب. فالجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالعقاب في حد الواجب هو العقاب الأخروي، والضرب ليس عقابا أخرويا. الوجه الثاني أن الضرب هنا للتأليف لا للتكليف، أن الضرب هنا من باب التأليف حتى يعتاد الصلاة لا من باب التكليف، فيضربون على ترك الصلاة حتى يعتادوها، فإذا بلغوا تكون سهلة عليهم. هذا الشرط الأول من الشروط التي تشترط للعبادات. الشرط الثاني العقل، فغير العاقل وهو المجنون لا يكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وذلك لأن العبادات يشترط لها النية، والمجنون ليس له قصد صحيح، قصده غير معتبر في الشرع، فلهذا لا يكون المجنون مكلفا. وهذا الشرط شرط للوجوب وشرط للصحة أيضا. أما الشرط الأول فهو شرط للوجوب فقط، أما هذا الشرط الثاني وهو العقل فهو شرط للوجوب وشرط للصحة. فلا تجب العبادة على غير عاقل، ولو أنه فعلها لم تصح منه. ومثال ذلك: لو أن مجنونا صلى أو صام أو حج، فإن هذه العبادات لا تصح منه، لأنها تشترط لها النية، والمجنون كما عرفنا ليس له نية صحيحة، ليس له قصد صحيح. نعم هو له نية، فهو ينوي أن يذهب وأن يضرب وأن يشرب، لكن هذه النية ليست معتبرة في
الشريعة. ولهذا العلماء يقولون ليس له قصد صحيح، ولا يقولون ليس له قصد، يقولون ليس له قصد صحيح، يعني ليس له قصد معتبر في الشرع. فإذا عرفنا أن هذا الشرط وهو العقل شرط للوجوب وشرط للصحة، ويستثنى من هذا الشرط العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنفقات الواجبة، فهذه تلزم مع عدم وجود العقل، وذلك لأن هذه العبادات المالية معلقة بوجود المال، فالوجوب فيها من باب ربط الشيء بسببه، فإذا وجد السبب ثبت الحكم. فإذا كان للمجنون مال قد بلغ نصابا فإن الزكاة تجب في هذا المال، ويجب على وليه أن يخرج الزكاة منه، وكذلك إذا كان له زوجة فإن النفقة واجبة في ماله، وكذا لو كان عليه كفارة قبل أن يصاب بالجنون فإن الكفارة تتعلق بماله وتخرج منه حتى لو كان زمان إخراجها مجنونا، لو كان الإنسان زمان إخراج الكفارة في حال جنون. وذلك لما عرفنا أن الوجوب في الأموال معلق بالأسباب، فإذا وجد السبب ترتب عليه مقتضاه، وهذا هو وجه الفرق بينه وبين هذا هو وجه الفرق بين العبادات المالية وغيرها. فالعبادات المالية واجبة في مال المجنون، والحكم فيها من باب الحكم الوضعي، وهو الحكم المرتب على الأسباب والشروط والموانع. وأما عدم وجوب العبادات الأخرى عليه فذلك راجع إلى الحكم التكليفي، فهو غير مكلف بهذه العبادات. الشرط الثالث التمييز، فمن كان غير مميز لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه، فهو شرط للوجوب وشرط للصحة كالشرط السابق. والعلماء اختلفوا في ضابط التمييز، وذلك على طريقتين، فمنهم من يضبط التمييز بالسن، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، فيقولون من بلغ 7 سنوات فهو مميز، ومن لم يتم له 7 سنوات فهو غير مميز. الطريقة الثانية ضبط التمييز بالفهم، فيقولون المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. والإنسان قد يكون ذكيا، آتاه الله قدرة عقلية فائقة، فيفهم وعمره 4 سنوات مثلا، وقد لا يكون كذلك فلا يفهم وعمره 10 سنوات مثلا، فإذا فهم فإنه يكون مميزا، وإذا لم يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب فإنه لا يكون مميزا.
وهذا القول قول له وجاهته، لكن القول الأول أضبط وأريح للناس، فيعرف أن الصبي إذا تم له 7 سنوات فقد أصبح مميزا. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالصلاة 7، لأنهم في هذه الحال يكونون قادرين على التمييز بين العبادات والعادات وسائر الأشياء. وهذا الشرط وهو وبناء على هذا الشرط، فإن من كان مميزا فأتى بعبادة فإنها تكون صحيحة ويثاب عليها، ويثاب عليها أيضا والداه. ومن أتى بعبادة وهو لم يميز فلا تصح منه. فعلى القول الأول، لو أن شخصا عمره 6 سنوات و11 شهرا و3 أسابيع فصلى أو صام، فإنها لا تصح منه لأنه غير مميز، والتمييز شرط لصحة العبادة. ولو أن إنسانا تم له 7 سنوات فإن عبادته صحيحة لأنه يعتبر مميزا حتى لو كان عقله فيه ضعف. وهذا الشرط يستثنى منه الحج والعمرة، فلا يشترط لهما التمييز. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والتقدير نعم له حج، لأن الجواب كالمعادي في السؤال. وإذا ثبت له الحج فإنه تثبت له العمرة لأنها حج أصغر. وبناء على هذا، لو أن صبيا له 1 أسبوع فقط وحج والداه ونوى وليه عنه الحج، أو اعتمر ونوى وليه عنه العمرة، فإن ذلك يصح منه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك لأجر، يعني نعم له لحج ولك أجر، لأن كلمة حج هنا نكرة جاءت في سياق الاستفهام، والنكرة إذا جاءت في سياق الاستفهام تعم، فيعم حج الصبي فيعم حج الصبي سواء أكان صغيرا جدا أم كان كبيرا. هذا ما يتعلق بالعبادات. وقد قلنا في بداية الكلام على هذه القاعدة أن التكاليف إما أن تتعلق بالعبادات وإما أن تتعلق بالمعاملات، وعرفنا أن التكليف إذا تعلق بالعبادات فيشترط له الشروط 3 السابقة وهي البلوغ والعقل والتمييز. وقد عرفنا أن البلوغ شرط وجوب وأن العقل والتمييز شرطان للوجوب والصحة. وعرفنا ما يشترط له هذه الشروط من العبادات وما لا يشترط. أما بالنسبة
المعاملات. فالمعاملات لا المعاملات لا تخلو من أن تكون معاوضات أو تبرعات. والفرق بين المعاوضات والتبرعات أن المعاوضات تحصل الفائدة فيها من الطرفين، بخلاف التبرعات فإن الفائدة تحصل للمتبرع له، الفائدة الدنيوية تحصل للمتبرع له. فالمعاملات إما أن تكون عبادات، المعاملات إما أن تكون معاوضات وإما أن تكون تبرعات. والمعاوضات يشترط لها البلوغ والعقل، ومن باب أولى التمييز، ويشترط لها الرشد، وهذا شرط زائد على العبادات، فيشترط لها الرشد. والرشد معناه حسن التصرف في المال، وهذا الرشد في المعاوضات المالية حسن التصرف في المال، وهو يقابل السفه. فالسفيه هو من ليس رشيدا. أما الرشد في النكاح فهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، فالرشد في النكاح يختلف عن الرشد في المال، فقد يكون الإنسان رشيدا في المال لكنه ليس رشيدا في النكاح، وقد يكون ذلك بالعكس. فالمعاوضات يشترط لها الرشد، ويدل على هذا الشرط قوله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله سبحانه وتعالى هنا علق دفع الأموال لليتامى بوصف وهو الرشد، فدل ذلك على أن من ليس رشيدا لا يجوز دفع المال له، لأنه يفسد المال ويضيعه. ومن المقاصد الضرورية في الشريعة حفظ المال، ودفع المال لغير الرشيد فيه إفساد له، لأنه يصرفه في غير محله الذي يجوز صرفه فيه. هذا ما يتعلق بالمعاوضات. والسبب في اشتراط الرشد في المعاوضات هو الاحتياط لحفظ المال، لأن الشريعة كما قلنا جعلت حفظ المال من الأمور الضرورية التي لا بد منها، فإذا فسدت الأموال فإن النظام يفسد. وفساد المال قد يكون بإتلافه، وقد يكون باستعماله في وجه غير مشروع، فإن هذا نوع فساد للمال، بل هو أعظم الفسادين، لأنه إتلاف له من جهة المعنى. هذا ما يتعلق بالمعاوضات. أما التبرعات، فالمراد بالتبرع هو بذل المال من غير عوض، وذلك بأن يدفع إنسان لآخر مالا من غير أن يأخذ مقابلا له، فهذا يسمى تبرعا، ويدخل في ذلك الهبة، ويدخل فيه القرض، ويدخل فيه العارية،
فهذه تسمى عقود تبرعات. والتبرعات يشترط فيها إضافة إلى الشروط المشترطة في المعاوضات وهي البلوغ والعقل والرشد شرط زائد وهو الملك. والملك هو القدرة على التصرف، فهو وصف يكون به الإنسان قادرا على التصرف في الشيء. فإذا صار الإنسان قادرا على التصرف في شيء فإنه يكون إما مالكا له وإما وكيلا لمالكه. والملك شرط للتبرع، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء إلا إذا كان مالكا له. أما إذا كان غير مالك له فلا يجوز له أن يتصرف فيه بنوع من أنواع التصرف التي تخرج المال عن ملك صاحبه. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى للأولياء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فنهى الله سبحانه وتعالى الأولياء من أن يتصرفوا في أموال اليتامى إلا بما هو أحسن. وإخراج المال عن ملك اليتيم ليس هو الأحسن له، فنهى الله سبحانه وتعالى عن التصرف في أموال اليتيم أو في أموال اليتامى بالتي هي أحسن، وإخراج أموال اليتامى عن أيديهم بالتبرعات ليس هو الأحسن لليتامى. ومثلهم من كان في معناه ممن تجب الولاية عليه كالمجنون والسفيه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة التكليف، وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. قوله في البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، نعم البلوغ شرط لوجوب العبادات والعقل شرط لوجوب العبادات وهو أيضا شرط لصحتها. قال: والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات يعني للمعاوضات لأنه قابلها بالتبرعات، والملك للتبرعات. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. القاعدة الثامنة قال رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذه القاعدة فيها ثلاثة مصطلحات: الأول الشرط، والثاني الركن، والثالث المانع. والشرط في لغة العرب بإسكان الراء معناه إلزام شيء أو التزامه. تقول أبيع كذا بشرط كذا، فالمراد بالشرط هنا هو إلزام شيء. ويطلق أيضا الشرط على التزام شيء. أما وجمعه شروط إذا كان بإسكان الراء. أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة ويجمع على أشراط،
ومنه قوله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها، يعني جاء علاماتها. وأما الشرط في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فخاصية الشرط أنه يلزم من عدمه العدم. فالوضوء مثلا شرط للصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، فهو مؤثر من ناحية العدم، لكن وجود الوضوء لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها لذاته، يعني لذات الشرط لا لأمر خارجي، لأنه قد يفقد الشرط إما بسبب مرض أو قدرة عليه فيوجد المشروط، لا لذات الشرط ولكن لأمر خارجي وهو العجز عنه، كمن عجز عن الوضوء وعن التيمم وخاف وقت خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي، فوجد المشروط وهو الصلاة مع عدم الشرط وهو الطهارة، ليس لذات الشرط وإنما لأمر خارجي وهو عدم القدرة عليه، وهكذا في سائر الشروط. والركن معناه جزء الماهية، يعني الجزء الذي يكون في الحقيقة، فجزء الماهية يسمى ركنا لها. والركن والشرط يتفقان في أن كل منهما لا بد من الإتيان به، فالركن لا بد من الإتيان به والشرط لا بد من الإتيان به، لكنهما يفترقان من وجهين. الوجه الأول أن الركن يكون داخل العبادة، أما الشرط فقد يكون داخلها وقد يكون خارجها. فمثلا الركوع ركن من أركان الصلاة وهو داخل في العبادة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وهو داخل في العبادة. أما الشرط فقد يكون داخلا فيها كستر العورة في أثناء الصلاة، وقد يكون خارجا عنها كالوضوء، فالوضوء شرط للصلاة وهو لا يكون داخل الصلاة وإنما يكون قبل الصلاة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشرط يستمر من بداية العبادة إلى نهايتها، فالطهارة مثلا مشترطة في الصلاة فلا بد أن توجد من بداية الصلاة إلى نهايتها، وستر العورة شرط للصلاة لا بد أن يوجد من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة. أما الركن فينقضي شيئا فشيئا، فمثلا من أركان الصلاة لتكبيرة الإحرام، فإذا جاء بها المصلي انقضى هذا الركن، فإذا قرأ الفاتحة في الركعة الأولى انقضى هذا الركن، فإذا ركع الركوع الأول في الصلاة فقد انقضى هذا الركن، فتنقضي الأركان شيئا فشيئا، فكلما أتى بشيء انقضى، بخلاف الشرط فهو يستمر من بداية العبادة إلى نهايتها. فهذا وجه الفرق بين الركن والشرط. وأما المانع وهو المصطلح الثالث ففي لغة العرب معناه الحائل، تقول جعلت بين زيد وعمر مانعا أي حائلا. وأما المانع في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم،
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم. فالمانع مؤثر في حال الوجود بخلاف الشرط كما تقدم معنا، فهو مؤثر في حال العدم، أما المانع فهو مؤثر في حال الوجود، فإذا وجد أثر. فمثلا الكفر مانع من الميراث، فإذا وجد أثر في الميراث، لكن المانع إذا عدم لا يكون له تأثير. ولهذا يقولون ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات المانع لا لأمر خارجي. فالمانع والشرط متقابلان، الشرط يؤثر في حال العدم والمانع يؤثر في حال الوجود. والسبب يؤثر في حال الوجود وفي حال العدم، فهو أقوى من الشرط وأقوى من المانع لأنه يؤثر في الحالين. ولهذا يقولون في تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فهو مؤثر في الحالين. فمثلا بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، فهو إذا وجد وجبت الزكاة، وإذا عدم لم تجب الزكاة. وهذا الوجوب يتأخر إلى حولان، إلى وجود الشرط وهو حولان الحول. وكذلك زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، فإذا وجد زوال الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا عدم زوال الشمس عدمت، وإذا لم يوجد زوال الشمس لم تجب صلاة الظهر، وهكذا في سائر الأسباب. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهي قوله الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. ومقصوده بالأحكام الأصولية الأحكام التي تتعلق بأصول الدين، وبالفروعية الأحكام التي تتعلق بفروع الدين، وهذا بناء على أن الدين منه أصول ومنه فروع، وهذا عليه الأكثرون من أهل العلم. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا دليل عليه، لأنه لا يوجد ضابط يميز ما هو أصل من أصول الدين وما هو فرع من فروع الدين. ولعل الأقرب أن يقال مسائل الدين إما أن تكون مسائل علمية اعتقادية، وإما أن تكون مسائل عملية، وكل منهما فيه أصول وفيه الفروع. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وينبني عليها مسائل كثيرة، وبها تجتمع نصوص ظاهرها التعارض. وقد استطاع أهل السنة بهذه القاعدة أن يجيبوا على إشكالات كثيرة ظل فيها بعض المبتدعة، كبعض المسائل المتعلقة بالتكفير ونصوص الوعد ونصوص الوعيد ونحو ذلك. فأي حكم من الأحكام لا يثبت إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فالتكفير مثلا لا يثبت، أو الكفر لا يثبت إلا إذا وجدت شروطه وانتفت
موانعه، وكذلك الوعيد بالعذاب لا يوجد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وكذلك العبادات مثلا لا تثبت شرعا أو لا توجد شرعا إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها. فالصلاة مثلا لا توجد إلا إذا وجدت شروطها كالطهارة وستر العورة ونحو ذلك مما هو مشترط لها، وانتفت موانعها كالحدث مثلا. والحج لا يوجد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت مبطلاته، والميراث لا يوجد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا في سائر الأحكام الشرعية. ولهذا إذا أردنا أن نعرف هل العبادة عبادة صحيحة أو ليست صحيحة، فإننا ننظر مباشرة هل وجدت الشروط وانتفت الموانع. فإذا رأينا أن الشروط موجودة والموانع منتفية، فإننا نحكم بأن هذه العبادة عبادة صحيحة. وإذا رأينا أن الشروط موجودة لكن يوجد موانع تمنع من صحة العبادة، فإننا نحكم بأنها غير صحيحة. وإذا وجدنا أن الشروط منتفية والموانع أيضا منتفية، فإننا نحكم بعدم صحة العبادة لعدم وجود شرطها. فلدينا ثلاث صور: الصورة الأولى أن توجد الشروط وتنتفي الموانع، فحينئذ يحكم بصحة العبادة. وهذه القاعدة لا تختص بالعبادات بل تشمل سائر الأحكام الأصولية والفروعية، سواء كانت من العبادات أم كانت من غيرها. هذه الصورة الأولى أن توجد الشروط وتنتفي الموانع، فيحكم حينئذ بالصحة. الصورة الثانية أن توجد الشروط ويوجد مانع أو أكثر، فحينئذ يحكم ببطلان العبادة لوجود المانع، وإن كانت الشروط موجودة لكن الذي أثر في صحتها وأدى إلى القول ببطلانها هو وجود المانع. الصورة الثالثة ألا توجد شروطها ولا يوجد أيضا مانع من موانعها، فحينئذ يحكم بأن العبادة ليست صحيحة، لأنه وإن كان لا يوجد مانع يمنعها إلا أن ما يشترط لها ليس موجودا. وهذه القاعدة كما عرفنا فائدتها أن نعرف ما يصح من الأحكام وما لا يصح، فالذي يصح هو الذي وجدت جميع شروطه وانتفت جميع موانعه. أما إذا فقدت جميع شروطه أو وجد مانع من موانعه فإنه يحكم ببطلانه، فالشروط لا بد من وجودها جميعا، أما الموانع فلا يشترط أن توجد كلها، فلو وجد مانع واحد فإنه يؤثر في صحة العبادة. وهذه القاعدة كما قلت هي قاعدة عظيمة جدا ينبغي للفقيه والمفتي أن يلاحظها عند إرادة التعرف على الأحكام، على أحكام الأشياء هل هي صحيحة أو ليست صحيحة. ونقف عند هذه القاعدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.